ولقاء قد يوارى فضله يبهج الوجد ويضحى سكنا مع دعاة خلص قد نشروا سنن الشرع وكانوا أمنا يشرق المجد على أمثالهم لا يهابون البلا والمحنا أسبغ الله عليهم نعما مثل ما أحيوا بقفر سننا مثل ما أحيوا بقفر سننا شيخنا حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجنا مذكرات داعية أسأل الله تقبل منكم الشيخ علي ميخائيل أو ميكائيل اثنين صح؟ باللغة الروسية ينطق ميخائيل 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 افتياب نعم افتياب ميخائيل هو يعني يقضي به الملك يؤمنون بالملائكة طبعا أهل الكتاب أظن هذا أصل هذا الأصل هذا الأصل نعم الميخائيل نعم ولا علاش هو الحلقة احنا توقفنا في الحلقة الماضية على كيفية دعوة غير المسلم والتلطف معهم وكيف تبدأ لكن أنا سأسألك سؤال قبل هذا يعني الحروف الروسية اللغة الروسية هل قريبة من اللغة؟ ماذا وجدت من الصعوبة عندما قرأت القرآن؟ أي حرف أي الحروف التي وجدت؟ عين ماذا تقول عين؟ عين آه؟ تقول آه لا ما عندنا عين نعم. ما في عين؟ في ألف ألف أيوة آه نعم وإيش كذلك؟ ضاد الضاد والتفريق بين الخاء والحاء والهاء لكن عندكم خاء عندنا خاء إيه عندنا خاء نعم لكن وباقي حروف مثلا القاف والجيم وهذه يعني هي موجودة ليست في اللغة الروسية ولكن في لغة الأم أنا أعرف اللغتين اللغة نعم. الروسية ولغة الأم يعني إيه هناك أوستيا كثير لغة أوستيا نعم شمالية اللغة الأوستية نعم آه. طيب هذا ما وجدته هذا ان شاء الله طيب شيخ علي بارك الله فيك انت حلقية اكثر نعم ما شاء الله انا اسمعها هكذا ولاحظ خاء كثير عندكم يعني عندما تتحدثون الخاء نعم انا وفي اللغه العربيه ماذا كيف تسمعها كيف تسمعها اول ما سمعت اللغه العربيه او كيف تراها انها لغه حاجه يعني انا من زمان اتكلم بالعربيه ولهذا نسيت كيف كنت اسمعها يعني من الخارج جميل أنا داخل اللغه من زمان الحمد لله الحمد لله ثبتكم الله على الحق طيب شيخنا بارك الله فيكم انت الان رجعت اتذكر الصحابه رضي الله عنهم قلت لك كان يسلم وياتي يمشي لقومه ويسلمون اتعجب من هذا فأنت قلت كنت تفارقت أنت وجماعتك لماذا؟ لماذا؟ كيف دعوتهم؟ لماذا ما تدعوهم إلى التوحيد؟ تبسط لهم الأمر؟ أو ما كانش عندك فكرة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في الأصل؟ يعني البيئة التي نشأت فيها المسائل الإيمانية والعقدية كانت منعدمة فيها تماما ليس هناك الطرح في الموضوع يعني في موضوع الإلهيات في موضوع الإيمان يعني كما قلت لك الحياة مدنية أنت لما تأتي بهذه المفاهيم الجديدة المجتمع لا يقبلها إذا كان عندهم يعني نوع من التكبر يعني لأن هذا دليل أنهم يعني ما كانوا يفهمون حقائق الحياة وقل من يعترف بذلك ولهذا يعني ما كانوا يحبون هذا الطرح وهذا الموضوعات وهو صحيح يعني أنا لو أنا رجعت الآن إلى عمر الشباب وقت أنا أسلمت طبعا أنا لقللت من خطاب المباشر لأن السلوك وأنا أسلمت يعني نظرة لسلوك أنا رأيت في الشباب السلوكيات الجديدة ولكن لما أنا رجعت إلى قومي بدأ الطرح المباشر والدعوة المباشرة وهذه قد لا تؤثر يعني لأنهم أصلا يعني كذلك يفكرون يعني هذا يريد يعني يدنينا الآن يذلنا يعني بكلامه الجديد هذا فأفضل الشيء هو السلوك فنصيحتي للدعاة خاصة الذين أسلموا لا تخافوا لا تقلقوا أنكم لا تتكلمون في الدين ولا توصلون الأخبار لا يعني السلوك هو يعني أفضل وأقوى والناس ينظرون إلى كيف تتغير أنت
وأنت إذا تتغير وأنت ساكت يعني تأثيره يعني أقوى من كلامك الكثير هذا والمناقشات والأدلة المنطقية وهكذا يعني. لا الاستعجال هو لأن السلوك يأخذ زمن، لكن الكلام المباشر هذا لأن بعض الناس يستعجل في دعوة يعني الناس. ثم أنت يعني ملكة دعوية عندك قليلة يعني أنت جديد وملكة علمية عندك قليلة كذلك. ما في إيش عندك فالارتكاز على السكوت والتعليم هو أحسن، هو الذي يغير سلوكك، وأنت دون أن تتكلم ستدعو الناس طيب الأسوة هذه الأصحاب انفضوا من حولك وخافوا أنك أنت تدعو من الإرهاب. نعم هم كانوا صالحين طبعا وكانوا هادين وكانوا طيبين فخاف أن تدعو من الإرهاب. البيت بيتك الوالدة وأهلك الوالد الوالد أعمامك ماذا كيف دعوتهم إلى الإسلام؟ في البيت يختلف، لأن شعورك وعواطفك مع أهل يعني هي أقوى، وبالتالي أنت لا تبدأ منهم مباشرة يعني هذا يعطيك نوعا من التمهل في الدعوة، لأنك تخاف أن تؤلمهم، وهذا جعلت البيئة في البيت أنني أنا عندي الصفحة في الحياة جديدة، وهم ينظرون من الخارج كيف أتغير. وأنا كذلك ما كنت يعني في البداية شوي شددت عليهم، ولكن ثم أدركت يعني أنا يعني هؤلاء كبار يعني أمي خلاص كبيرة في السن هي. كم عمرها كان ذلك الوقت يعني؟ هذه 96 احنا كنا 50 تقريبا نتحدث عن 96 هذه كلها شيخ صح؟ أيوة 97 أيوة. أمي مولودة 51 ما شاء الله أيوة. أيوة ما شاء الله. ف يعني الدعوة في أهل يعني أخذ المسافة طويلة يعني أمي أسلمت الحمد لله الله أسلمت. نعم لكن بعد 15 أسلم من إسلامي الله أكبر بعد 15 هذه بشرة. يعني في البداية دعوتها أو هذه نقول لكن ثم توقفت توقفت وقلت خلاص يعني لابد أن تكون هناك الدعوة الصامتة. طيب شيخنا الآن بنتوقف عند الوالدة. نعم. صراحة يعني هذه مسألة مهمة وهي فرح كبير. أيوة. الحمد لله رب العالمين. وأختك أسلمت. نعم. ما شاء الله هي أصغر منك ولا أكبر أختك؟ سنة واحدة. نعم. ما شاء الله جميل. كيف بعد؟ وأختي أسلمت بعد 10 سنوات من إسلامي. الله قبل الوالدة أسلمت. نعم. نعم. الحمد لله رب العالمين وكله بسببك. أتمنى ذلك. في ميزان الحسنات. أتمنى. الله أكبر. أسأل الله أن لا أكون حاجزا لهذه السنوات. لأن الله بك يعني رجلا واحدا خير لك من حمل النعم تشجع الناس على الدعوة. طيب يعني أنت الوالدة بدأت معها بقوة بعدين توقفت عرفت أنك أخطأت كيف بدأت تكلمها الوالدة؟ هل هي نصرانية هل تذهب إلى الكنيسة أم هي تركت كذلك الكنيسة وعرفت أنها باطل؟ ما يعني ما كنا أسرة متدينة يعني ما أحد طيب. يذهب إلى كنيسة ولا شيء ما هو اعتقاد الوالدة كان وجود الله يعني تعتقد في الله خليط بين الإلحاد والتقاليد والمعتقدات القديمة لقومنا الشركية أخبرتني بذلك والنصرانية الخلط الذي في النهاية لا يعطي أي نتيجة يعني. نعم ضنك في الحياة ضنك في لا يوجد ممارسة الدين يعني وما ولا يوجد المفهوم ما هو الدين أصلا يعني ما كان عندنا جو متدين في الأسرة فلهذا ما كانت قضية تحارب أنني غيرت معتقد لأن مسألة العقيدة يعني ما كانت منعدمة أصلا يعني فيعني هذا ربما سهل بهذا السبب الدعوة لأن إذا كنا مثلا ملتزمين النصارى فهناك المسألة ردة تأتي أنت الآن يرتد وانتقلت إلى دين آخر يعني هذا قد يصعب لنا وما كان عندنا في أسرة هذا. طيب كيف بدأت معها؟ بما ناقشتها يعني مثلا جيتها قلت لها أنت لازم تسلمي وقولي لا إله إلا الله أم تدرجت معها تتكلمت عن التوحيد دخلنا على في منطقيات أن هذا الكون له خالق وكذا يعني ويعني ما هو معنى من حياتنا وكذا دخلت في هذه الموضوعات ولكن رأيت أن
ما لها قبول أصلاً. ما اقتنعت يعني؟ ما اقتنعت ما يعني هناك في حاجز حاجز يعني ما هو الحاجز؟ يعني لأنها يعني كبيرة في السن يعني غير مؤهلة لتغير حياتها أصلاً لا تريد تسمع شيء جديد خاصة أنا ابنها يعني كيف أعلمها أنا الآن يعني هذا مشكلة الآباء مع الأبناء يعني أنت صغير وتعلمني في نوع من التكبر وكذا ثم أنا توقفت وقلت يعني خلاص يعني أنا الآن شاب يعني وما حققت شيء في حياتي يعني حتى بمعايير المدنية ما 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 عندي أسرة ما عندي أولاد ما عندي الوظيفة ما عندي العمل ما عندي المال ما فيش تأثير على الأسرة لا أقوم برعاية الأم وهكذا فقلت يعني لعلي يعني أولا أن أرتب هذه الأشياء وخليها يعني تنظر من الخارج يعني هذه التغيرات يعني كيف تغير هذا فضل الله عليك شيخ هذا شيء طيب والله كيف جاءت هذه الفكرة وهذه الهداية ليك أنك تترك الوالدة شوي عليها والأخت نفس الشيء يعني أخت طبعا هي متزوجة عندها زوج وهو يعني هو مسلم بالنسب ولكن غير ملتزم كذلك اللي هو من أين هو؟ هو تتري تتري نعم من تتر لكن غير ملتزم كذلك أبوه كان شيوعي يعني كذا نعم وبعد ذلك نعم لا يعرف الإسلام ما كان يعرف الإسلام وأخت تزوجت وعندهم أولاد ولكن غريب أن أولادهم يعني هم أعطوني الصلاحية كاملة في تربية أولادي على دين الإسلام لأن كانوا يعجبهم لكن هم بأنفسهم لهم حياتهم يعني حياتهم خاصة. قال لا هذول لك يعني تربيهم كما تشاء يعني فهم كم أعمارهم الأولاد الآن عندهم واحد لا كم. لما يعني قالوا لك الحرية في تربيتهم أيوة كم كان عندهم يعني واحد 4 سنوات الثاني 2 ثم كانوا يكبرون وهم من الصغر يصلون ويعني خلاص أنا ربيتهم مسلمين الله أكبر نعم والأب والأم غير المسلمين يعني لكن ما كانوا يمنعونهم وما كان يزعجهم هذا بل مثلا أبوهم كان يشعر نفسه أنه هو الذي مقصر يعني لأنه مسلم بالنسب ولكن ما التزم هذه قصة غريبة أنا لما أخذت السنوات وخلاص أولاد كبروا وهم يصلون وهم من نشطاء كذلك يعني في الدعوة في عمل الإسلامي حتى ثبتوا على الإسلام نعم وأبوهم فأنا أخذت أباهم مرة كنت مسافر إلى الإمارات فأخذته معي قلت يعني أنا عندي شغل هناك 2 أو 3 هل تمشي معي؟ قال لا نمشي يعني إيش المشكلة فأذكر عند هبوط الطائرة هو ينظر إلى من شباك إلى دبي نحن نهبط فهناك المساجد فانتبه إلى هذا ما يقول شوف كثرة المساجد كذا قلت يا رينات اسمه رينات قلت نحن الآن سنهبط في دبي البلد الإسلامي وأنت مسلم وأولادك مسلمين يعني ما كنت يعني أكفرهم قلت أنت مسلم بالنسب أنت مسلم يعتقد في الله عز وجل وأنه أيوه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أيوه ولكن ما يصلي ولا فقلت وهم هناك مانع أن تبدأ أن تصلي 5 صلوات من أول لحظة نحن ننزل الآن في الجزيرة قال ما لدي مانع فلما نزلنا علمته الصلاة ويعني جلسنا أسبوع هناك في دبي نصلي كانت قصة مضحكة هناك يوم الثاني يعني طبعا نحن نصلي وهو يصلي خلفي لأنه ما يحسن طبعا ما يعرف يقرأ قرآن ولا شيء ثم افترقنا نحن أنا تأخرت على مسجد أنا ذهبت إلى مكان آخر ورجعت وهو ذهب وصلى مع الجماعة في المسجد ثم صلى الرواتب وأنا داخل المسجد هو يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين لا يعني يواصل لا يسلم يواصل قلت هذا ماذا يصلي يعني أنا جالس خلفه وانتظر حتى ينتهي يعني بعد تقريبا يعني 12 أو 14 ركعة سلم بعد الظهر هذه؟ إيه قلت يا رينات أنت إيش الصلاة كانت هذه؟ قال أنت تركتني أنا ما أحسن الصلاة أنا دخلت وصلي ركعتين سنة ونسيت كيف أخرج من الصلاة أن هناك من التسليم فقال خوفا أنني سأخطئ يعني كنت واصل حتى تذكرت أن هناك السلام عليكم ورحمة الله
قصه عجيبه والله، اول مره تحدث هذه. هذا كما حدث لبعض الصحابه لما حرم الكلام في الصلاه. ايوه واحد من الصحابه قال يرحمكم الله، فالصحابه قد يضربون على خادم وكذا. نفس القصه هذه. سبحان الله عجيب والله. تجلب البشرى كما تذهب البأس تجب الحزنا، لم يداروا قومهم بل جابه بوصايا الأنبياء الفتنا. طيب إذن هو الحمد لله رب العالمين، نقولوا أسلم هو مسلم. أسلم ماذا نقول؟ وأسلمت أختي بعد ذلك يعني في كيف نفس العام أختك؟ في نفس العام نعم. لما رجع رينات نعم تحدث معها. انا تحدثت معها نعم. انا الان خلاص لا يجوز اجتماع بينكم اصلا يعني. هو فهي اسلمت. الله اكبر. جميل. وهي ملتزمه بدين الله عز وجل. ملتزمه وكانت يعني هي كانت مستعده للاسلام قبلهم، ولكن قالت لي مره، قالت يعني انا لو اسلمت وهو زوجي ايش حالنا يعني، لابد ان اطلق. أيه. وهذه قصه كبيره. قال يعني اجتهد بزوجي، فلهذا انا اخذته لدبي. جميل هذه. الحمد لله. وهذه تواجه النساء في الغرب نعم، وتتعلق بزوجها واولادها وكذا. وهذه يعني سبحان هذا الله عائق كبير، عائق كبير الاسلام بعض النساء حقيقه، وبعدها ممكن تقعد مع زوجها وممكن ترتد والعياذ بالله. وبعض طيب شيخنا اي طيب بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين اسلم، او وش اسلم رينات نقولوا اسلم مسلم نعم. لكن كيف تزوج اختك؟ كيف اعطيته وهو مسلم يا اصلا؟ لا مسلم. هذا قبل اسلامي كان هذا الزواج كله. ولكن ما عندكم مانع واحد اصوله مسلمه يتزوج مثلا؟ لا لان انا قلت لك يعني كله سواء. القضيه الاعتقاديه منعدم اصلا يعني. تمام. طيب اذا الوالده اسلمت الحمد لله رب العالمين بعد 15 سنه نعم. كيف يعني الله. انت قلت بالاسلام الان هي تصلي وتصوم الله اكبر ولله الحمد ما شاء الحمد الله. الحمد لله. النقطة الشيخ اللي أسلمت فيها اليوم اللي أسلمت فيه كيف بدأ؟ أرجوك أنا أحب هذه المسائل، كيف ذاك اليوم عندما نطقت بالشهادتين كيف؟ هذا كان في مصر. في مصر كنا هذه قصة مصر هذه. أوه نحتاج إلى أنت ذهبت الإمارات. أنا لم أعرف إلى الآن. لا أنا أتجول يعني بالبلاد العربية. جميل سنتحدث كثير. سنتحدث نعم. طيب أعطينا شيخ يعني هو السبب الأكبر كان أن أمي كم كان هذا؟ انت سامس يعني 96 و 15 سنه يعني 2012 تقريبا 11. الحمد لله رب العالمين. هذا كان في مصر اخذتها للمصيف يعني في استراحه نعم في شرم الشيخ اظن او انا ما اذكر يعني اين كان لتعالج يعني هي تحتاج الاجواء كيف الجافه يعني لان عندها في بعض المشاكل ربو. نعم. ويعني جلسنا هناك كثير والزوجة والأولاد كانوا معي كذلك. فهي يعني أظن أكبر السبب كان أنها شعرت أن بيننا وبينها أصبح هناك فاصل، أن عندنا الحياة تختلف عن حياتها، وكالأم بدأت تشعر أن هناك الروابط يعني فيها يعني توقع انها تنقطع يعني. طبعا هي لن تحصل يعني وما يعني ما هي ما هذا شعرت هذا من تصرفي، ولكن هي داخليا نعم. نعم. فهذا جعلت هي وهي صرحت قالت انا اشعر نفسي كأننا ثقيله عليكم او شيء، يعني هناك انفصال يعني عن بعض انفصال و يعني ما هو. وهي التي سألت ما هو السبب يعني هل هذا السبب أنني غير مسلمة وكيف يعني أنا مستعدة أقوم بأي شيء يعني أن لا يكون الافتراق بينها. هي تحبك، يبدو أنها تحبك. طيب هو اذا قالت هي خايفه من انها نعم. تفترق وانها معك نعم. طيب مسكينه هذه ام مسكينه الام هي قلبها فيه العاطفه نعم. الام يعني وهو في يعني في الحقيقه يعني اول ما اسلمت كانت يعني ضعيفه يعني لان كما قلت اكبر العامل كان هذا ما هو ثم الحمد لله ثم يعني
ثم يعني كيف يعني دخل إيمان قلبها يعني. هذا إذن يعني في مصر هي ماذا يعني هناك؟ نتقد بالشهادتين أمامك أنت؟ نعم نعم أمامك. بالله كيف كان شعورك يا شيخ؟ يعني أنت أظن تتصور الحمد لله. والله هذه هي الحياة الحقيقية، هذا هو الميلاد الحقيقي، يوم أن أسلمت الوالدة وأسلمت وأسلمت أختك، والحمد لله ذلك فضل الله، الحمد لله الذي نجاها من النار حين كثير من الناس يموتون على غير الإسلام. الحمد لله. الله أكبر، الله أكبر، الله الحمد، ذلك فضل الله سبحانه وتعالى. إذا نطق بشهادتين في مصر، نطق بشهادتين، كيف كان شعورك؟ بس يعني هل قبلت الوالدة؟ إيه عانقت الوالدة؟ وبكينا الجميع. وزوجتك كانت حاضرة موجودة والأولاد حاضرين. كان يوم فرح. حتى أولاد كانوا يسألونها قبل يعني يا جدتي لماذا لا تصلي ونحن مسلمين أنت غير مسلمة ولا يعني هذه، فهذا كانت كل تؤثر عليها يعني. لا إله إلا الله. أظن يعني هذا الضغط صحة العبارة أثر عليها يعني. ألا ترى أن العالم محتاج لنا يا شيخ، محتاج للدعاء؟ ألا ترى أن العالم إحنا مسؤولين أمام الله يوم القيامة على هؤلاء الناس الذين يمون تعالى الكفر؟ ألا ترى أن الدعاء مهمتهم كبيرة، والعلماء أليس كذلك، والحكومات وغير ذلك؟ للأسف الشديد يعني نحن انشغلنا بقيم المادية ونظن أنها سترتب كل شيء يعني في الحياة وتوصلنا إلى السعادة، ولكن في الحقيقة السعادة حقيقية هي في الإيمان. ثم كلنا مسلمين يا الحمد لله، ونحن نعرف إيش المصير يعني، مصير الكفار وإلى أين يؤدي الكفر يعني. فللأسف الشديد هذه القضية يعني تكاد أن تنعدم من خطاب الاجتماعي يعني، كأنها شيء كما يطرحونه الغرب يعني، شيء نفسي، كأنها هواية يعني، نتعامل معها مع الإيمان كأنه هواية يعني، هذا شغلك، ممكن يزين حياتك شوية يعني، وممكن يعني شيء آخر، هواية أخرى تزين حياتك بنفس الشيء وقد يجلب لك سعادة أكثر يعني. هذه الضلالات يعني للأسف الشديد دخل مجتمع الإسلامي كذلك، فنحن يعني في تقصير يعني كبير يعني في إرشاد الناس وفي حفاظ، خاصة أنا كداعية أنا لا أهتم كثيرا بدعوة غير المسلمين يعني، لأنني أرى أن هناك يعني مجتمع الإسلامي يحتاج، إن كنا ننتظر أن هناك أقوام سيدخلون في دين الله أفواج، فهنا نلاحظ أنهم يخرجون من دين الله أفواج، وهذه الشريحة أساسية ولابد أن نحافظ عليها، نحافظ على رأس المال. أيوه تمام. لأن يعني يرجعه صعب جدا يعني. هناك عبر القرون الصحابة والتابعون ومن اتبعهم بعد ذلك، هم كم سافروا وحاربوا وأنفقوا وفتحوا البلاد، يعني هذه كله يعني أنفقت في سبيل التحرير، تحرير الناس وإرشادهم، ثم خلاص يعني هم أخرجوا النتيجة. الآن نحن أصبحنا لا نحافظ عليه لأننا لا نفهم يعني كم الجهود يعني أخذت، هي إذا ذهبت يعني تكاد لن ترجع، تكاد لن ترجع. هذه كالصلوات، أنت إذا تخليت عن الرواتب مثلا يعني صعب جدا يعني الركعتين، هذه تعود نفسك مرة ثانية على ركعتين السنة يعني كأنك تجاهد العالم كله وأنفس كلها يعني. شيخنا بارك الله فيك، صراحة إسلام الوالدة نبارك لك وهانئا لك، والحمد لله الذي أنجاها من النار وأنجى أختك ورينات زوج أختك وأولاد أختك، وهذا بركة الإسلام وبركتكم فضل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله يثبتنا وياكم، بنعرف يعني رحلتك بعد ما رسلت الجامعات والمدارس وانت في بلدتك، نبغى نعرف رحلاتك الى مصر والامارات والى البلدان الاخرى، كيف تعلمت؟ ثم الوالده اين هي الان؟ اين تعيش؟ هل هي استمرت في الدعوه؟ هذا كله في الحلقه القادمه ان شاء الله. حفظكم الله تعالى وبارك الله في الشيخ علي، شكرا جزيلا، حفظكم الله. أنا أريد أذكر
تذكر الإخوة يعني عموما المجتمع الإسلامي بشيء. أنا كرجل الذي ولد غير مسلما أو نشأ في بيئة غير مسلمة ثم أسلم، أنا ألاحظ أن كثير من شعوب الإسلامية، وأنا أعرفها جيدا وأنا عشت فيها أكثر من 15 سنوات أنا مقيم في بلاد العربية المختلفة، فأنا أرى أن هناك في قيمة التي لا تقدر وفي التقصير أو في عدم الحفاظ عليها في مجتمع الإسلام، وهو الدين، الإيمان والدين. فأصبح هناك التعامل مع هذه القيمة وهي لا تقدر بثمن، كأنها هواية. فأريد أكلم أسر مسلمة، اهتموا بحفاظ الأجواء الإيمانية والدينية في أسركم، فوالله لن تجدوا مثل هذه القيم في عالم الآخر. ولا تقصروا في حفاظ على التعليم، على التربية الإسلامية، لأن إذا قلت أو ضعفت وذهبت من المجتمعات الإسلامية صعبا ترجع. وهناك الناس مثلي يسلمون ويجدون الهجر والمقاطعة في شعوبهم، في أقاربهم، ويفرحون أنهم دخلوا هذا الدين، ويحزن القلب لما نرى اتجاه آخر، أن هناك مجتمع المسلم يتضايق حتى ولعاذ بالله من دينه، ويتنحى وينظر كأن هناك الجهات المشرقة، يعني غير ثقافات غير إسلامية قد تعطي لهم السعادة، لن تجدوا فيها السعادة. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فحافظوا على الأجواء الإيمانية والدينية والتربية لأولادكم. سنن الشرع وكانوا أمنا، سنن الشرع وكانوا أمنا.